الجمل العربي هو الحيوان الآكل للأعشاب بما لا يشكل أي خطر عليك. بعض هذه الجمال تأكل النباتات بأنيابها الكبيرة المرعبة، فلدى الجمل العربي شفاها سميكة تخفي الأسنان التي تصل إلى أكثر من 7.5 سم. مع هذا الفك الضخم والأسنان الحادة، يعتبر هذا الحيوان من الحيوانات المفيدة جداً للبشر. لدى الجمل القدرة على تحمل العطش لفترات طويلة بدون ماء، وذلك يصل إلى 4 أو 5 أيام، ويمكن أن يتحمل حمل الأحمال الثقيلة جداً، كما أنه من الحيوانات المفيدة التي تنتج الحليب والصوف واللحوم.